حتى في قضية المحرم، من أهل العلم من ذكر التفاتة مهمة جدا، وهي النظر إلى فساد الزمان. فقد يكون بعض المحارم خاصة الذين بسبب يعني يكون عندهم من الفساد والانحراف والشذوذ، الأمر الذي تخشى المرأة فيه على نفسها، لأن المرأة مطلوبة والمرأة يعني مرغوب فيها. قد يكون بعض الناس والعياذ بالله عنده انحراف وشذوذ وعنده فساد، ولذلك تنتبه المرأة من هذا ولا تأذن له ولا تأذن له.